سيري على الله. السلام عليكم. هاي تما المغاربة كيداري ويتشل يتشل ليا سي دارم حتى لو غنموت في مينا يسالي يوم اللي تحتاج جاس ترويد يتحتاج جاس المدرسة يتحتاج جاس أي حاجة يكاري يزينا يمخور على عمر حتى لو غنموت في مينا يعاون كل ما يزرار يعاون يوم يمري الدرس إعاقة الدرس الشلال النصفي الحمد لله على الطلبة والمحسنين يسعدوا صافي. تكلمي باقي ما تكلمي؟ لا محتاج غير للترويض ومحتاج لأي حاجة كنجري ليه ليكوش ومحتاج بزاف للترويض والمدرسة. هو باغي يقرا كان كيقرا في الكاتريان ودروكا خرج مسكين قال لك خاصني المدرسة خاصة تاع المعوقين ما بغيتش نقرا نطلع مع الدروج ما قدش هو يطلع مع الدروج. حالتهم كرفصة وفيه جوج روحو فيه مع الطياب ولكن الحمد لله كنتمنى من المغاربة يعاونون باش ما فاش. واش التليفون شدني انا وياك هذاك دراك الكاميرا هذاك صافي كنبانو لك ياك قرب شوي العشاء. السلام عليكم ورحمة الله. كنشكرو كلهم خوتي المغاربة داخل الأرض الوطن وخارج الأرض الوطن. هاد البلاصة سميتها عم زميز اين غد انا بكوال اين غد كما قلت لكم انا كنت طلعت الام زميز وديت من هاد البلاصة هادي ولقيت هاد المرأة واقفة هي وشي ناس مساكن وبقيت كنهضر معاهم وبقات مسكينة كتعاود ليا دابا قلت لها بكي هتعملي وهتعملي عمل للرسالة ديالك المحسنين وراه غادي يتعاونوا معاك في سبيل الله. دابا كنطالب انا من رجال المحسنين الله يجازيكم بالخير والاحسان والله يرحم لكم الوالدين انما شوفوا في حال هاد المراه راه راجلها مسكين تو راه كبير وتا هي راه كبيره والكبير هو الله سبحانه وكما كنقولوا عدا شي ولد كما كنقولوا ناقص مسكين من الصحه ديالو ودابا راه بغيناكم تعاونوا معاها باش غتدخل الدري دخل الدري مسكين للقرايه وباش تعاون معاه بشو بليكوش وتعاون معاه بحويجات راه ما في حاله شاي بغيناكم تعاونوا معاها الله يرحم ليكم الوالدين والله يخلي ليكم الوليدات ديالكم والله يحفظكم من جهنمه والله يحفظكم من ولاد الحرام. وهاد المراه راه دابا غتعطيكم النمره ديالها غتعطيكم النمره ديالها وعيطوا عليها واتصلوا بها واللي بغى يصيفط ليها شي حاجه يصيفطها ليها الله يرحم لكم الوالدين باش اخويا اعطيهم ديك النمره ديال هنا هضر معاهم بحرف حرف. السلام عليكم. مسكينه هي مع امراه كبيره ما عارفاش النمره ديالها عندها تليفون خاسر ما عرفت جبد النمره ديالها وواقف معنا واحد الدري قلنا له جبد لها النمره ديالها وهو غايقول لكم برقم برقم هضر اخي 06 55 60 87 24 عاودها لي قرب عندي شويه قرب 06 55 60 78 24 كما قلت لكم الخوت دابا النمره ديالها خديتوها واللي بغى يتعاون مع هاد المراه راه بحال تعاون مع امو ولا مع جده ولا خالته ولا شي واحد من الفاميلي ديالو تحسبها بحال من الفاميلي ديالك. المهم انا راه وجهت لكم الرساله اللي بغى يصيفط لها شي حاجه راه يعيط عليها هي راه شي لحال مسكينه العربيه العربيه كتعرف لها شويه اللي بغى يهضر معها بشي لحال يهضر معها بشي لحال واللي بغى يهضر معاه بالعربيه راه يهضر معاه بالعربيه وكما قلت لكم اللي بغى يتعاون معاه راه يهضر معاها واللي بغى يصيفط لها شي حاجه راه يصيفط لها في البوسطه ولا يصيفط لها في وافا كاش. المهم اللي يصيفط لها شي كود ولا اللي يصيفط لها شي حاجه يفهمها راه مسكينه ما عارفه والو. ودابا المشكل مسكينه عندها واحد التليفون كما كنقولوا حنا كما كنقولوا داك نوكيا عندها هذيك نوكيا على قد الحال على قد الحال وهي منتظره من الزلزال وتا هي كما كنقول لك تا هي في هذه البلاصه اللي واقع فيها الزلزال تا هي راه مثل مسكينه الدار ديالها داك الشيء صورت لي مره وريت وين غنوري ما خليناش كما قلت لك تا هي مساكنه الدار ديالها تا هي رابت وكما كنقولوا الناس هنا راه مشاو لهم البهيم ديالهم ومشى لهم الارزاق ديالهم ومشاو لهم الوليدات ديالهم والصراحه تقال حنا الناس كل اللي كيجي لعندهم كيجيو عندهم عيد دراوش اللي بحالهم هما اللي كيشوفوا من حالهم. وكما قلت لكم كنشكركم ونشكر لكم الوالدين ديالكم صافي انا وجهت لهم الرساله. دابا المشكل خصها شي تليفون خصها شي تليفون دابا خصها شي تليفون باش لا جا شي كود يجيها بالتليفون داك نوكيا يجيها كود نوكيا
نوكيا صافي اه المهم نديرو اه المهم فاهموا نديرو فاهموا اه المهم كيما يا ولدها ولا سميتو اش ياش فاهم فاهم دار التليفون بلال شنو التليفون بيتو شي نمرة باش باش اللي جاها جاها في التليفون باجي الكود هنا اجي قربي عندي الهضره معاك سمعتي الهضره باجي عندي الكود باجي تكتبوا لي شوف يا الوالده ان شاء الله بحول الله اللي هضر معاك في التليفون ان شاء الله سمعوا الرجال هاد المراه راه ما عارفاش المهم اللي هضر معاه وقال لها راه غنصيفط لك الكود يصيفط ليها الكود وراه كاين واحد الدري ولدها هو هنا صغير راه هو غادي يشوف الكود هو غادي يعرف منين غيمشي ياخذ الفلوس هو وجده المهم اللي يتعامل معاه الله يرحم ليه الوالدين وكما قلت لكم الله يحفظه من النار والله يحفظه من ولد الحرام والله يعطيه الخير في الدنيا وفي الاخره بغيتكم توجهونا شي رساله لهادشي اللي وقعتكم ديال الزلزال وهادشي اللي ضاع عليكم بغيتكم توجهوا شي رساله للشعب المغربي الله يرحم لكم الوالدين الشعب المغربي اه بغيناكم توجهوا لشي رساله اللي خاصكم اللي تعاون معاكم اي حاجه هضروا فيها عادي اولا تنشكروا الناس المغاربه المحسنين من طنجه طالب ويرا حتى واحد فيهم ما خلانا لا اللي الناس على برا ولا اللي الداخل الله يكرمهم وثاني حاجه كنوجه النداء للمحسنين اللي كيجيو هنا مازال حنا راه الماؤونه هاد الساعه كاين الخير بما فيهم الفرار راه خاصين الفرار والخيام هادو مهمين والماء الماء من الدرجه الاولى الماء اللي جاي يجي معاه الماء الشيء الاخر اللي قد على شي حاجه مرحبا به يجيبها بحال داكشي اللي فيه لاضات طويل ماشي مشكل اللي فيه لاضات قصير راه الناس هنا عندهم ما تيسر الا في حالات الى هاد الناس اللي دابا تيسمعني الا كاينين شي بلايص اخرين في هذا اقليم الحوز ما عندهمش ماشي مشكل مرحبا يوصلوها وكنعاود نشكر الناس من طنجه طال القويره خوتنا المغاربه راه دايرين المزيان معنا الله يجازيهم بخير حتى واحد فينا ما خلانا فهمتي حتى واحد فينا ما خلانا دابا نعاودها الخيام ضروريين راه خاصنا نعاودها ثاني مره الخيام راه كاين اللي ما عندوش الخيامه طيعتي وتيجمعوا السيد مع ولده وبوليداته يجمعوا في خيمه وحده ولا ثلاثه الناس في خيمه وحده راه ما كافيش والخيمه صغيره وهاد الخيمات راه غير صغار يلا يهزوا ثلاثه الناس واربعه ماشي مشكل حنا بنا الخيام كل فرد تكون عنده خيمته ماشي كل ولد ولا كل بنت تكون عنده خيمته حنا بنا مثلا انا عندي ولادي ساكن مع با في الخيمه يعني انا خصني نكون انفصالي مع با في هذه اللحظه هذه يعني خيمتي بوحدي وبا خيمته بوحده باش الناس اللي كيسمعوني يعرفوني علاش تنهضر انا ما كنطالبش خيمه لدري كنطالب خيمه للفرد يعني كانون كما تنعرفوا هنا كانون الله يجازيكم بخير ونعاود ثاني الفرار راه ضروريين دابا الخبز واقفين الناس بلا خبز علاش حيت في الاول جاي الخبز كثير وقت يخسر دابا تنهزوا الدقيق وتا الدقيق الله يجازيكم بخير اللي قاد سميتو الدقيق راه ما تاخذش خدمته ديما هو خدام الدقيق والسكر وتاي والزيت بما فيها الزيت لاسيور والزيت العود هادو من الضروريات والقطنيات حتى هما الا كاينين كنعاونوا بهم عاد زيت الفرار هادو من الاساسيات ايوا هادشي اللي تايبان ليا حاليا هاد الساعه لما نرى ولله الحمد هاد الساعه بخير وعلى خير وكان وعاود نواجه الرساله للشعب المغربي كان جازيهم جزيل الشكر بما فيهم الرأس ديالهم اللي هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره ويشافيه هذا ما عندي ما نقول شي أسئلة من عندكم الله يخليك الوالدة شي أسئلة أسئلة ديال الناس بحال اللي حبيتي أنت اللي راك ولدنا ولا المنطقة اللي حبيتي أنا الدولية البلاد هاك هضر أي حاجة هضر عليها هذيك البلاد أسيدي هذيك البلاد فاش داروا السبيطار داوها الوالدة ديالي الوالده ديالي داو ليها البلاد ديالي هادو اللي داو هذيك البلاد واش من الدوله الدوله هي اللي دات ولاد هنا ولاد هنا الرئيس ديال الجماعه الرئيس ديال جاك شي قلت لك من الدوله محسوب حتى هو الرئيس ديال الجماعه وصاحبه هو اللي داو لي دابا الرئيس ديال الجماعه على هذاك البلاد دابا الرئيس ديال الجماعه كما قلتي هرب لك على البلاد الارض ديالك ديال والديك الارض ديال والديك وبقيت نزو فيها النهار الاول سيدي ملي جاو انا كنحرت هذيك البلاد 10 سنين خلاني الوعيد في هذيك البلاد ديالي كنحرتها 10 سنين حتى ولا في الشعير قد هكا ومشاو كيحفروا في الشعير جريت عليهم حبستهم هذيك الساعه يلاه توفى الوالد عندي
وجات الوالده قالوا ليها هذاك الشيء اللي شدوا هذو الناس غادي تشدي انتيا. قالها ليه الرئيس، قال ليه الرئيس اللي شدوا ما غاديش نضيعوا، اللي شدوا هاد الناس جاروك غادي تشدي حتى انتيا، حتى واحد ما غادي نضيعوه. الناس الاولانيين تخلصوا، حنا ما شدينا ريال من هذاك النهار اليوم. داو البلاد كيتنزو فيها كل مره، عطاو ليها كاع هذاك اللي كان خدام في الجماعه، عطا ليها العهد، قال لي لا ها العهد ديال سيدي ربي، راه ما غاديش نضيعوك. الساعه ما بقاتش دات مسكينه ريال، راه باقي حيه. انا هنا على هذاك البلاد فاش كاين هذاك السبيطار، هذاك السبيطار كما قلت لكم الخوت، هذا رئيس الجماعه ديال هذه المنطقه. كاينه ارض ديال هاد الناس كيحرطوا فيها وكيديروا فيها الفلاحه، وهذيك الارضيه باش عايشين. وكما قلت لكم الخوت، هذا رئيس الجماعه كما قلت لكم جاهرف على الدراوس مساكن، داني مو هذيك الارض ديالهم واش دار فيها؟ دار فيها السبيطار، ودار فيها السبيطار. انا كاين الاراضي تخلصوا فيها، تخلصوا فيها وما عطاو ليها ريال. كما قلت لكم هذيك الارض واخا دار فيها السبيطار، داك السبيطار كما كنقولوا تباع، تباع تباع هذاك السبيطار. وهذاك السبيطار واخا تباع، فلوس تكون يتصرف عليها السبيطار، على تصرف على هذاك رئيس الجماعه ابراهيم. ويا بالحقيقه هذا رئيس الجماعه كان كنوجه لنا الرساله للمسؤولين، يجي يشوفوا مع هذا رئيس الجماعه اللي دا هذه الارض ديال موليها وبنى فيها سبيطار وباع هذاك السبيطار فلوس تصرف عليها. هذا السيد غيعطيكم النمره ديالو دابا، وبغينا المسؤولين يتصلوا بهذا السيد باش يوريهم هذا رئيس الجماعه هاد الارض اللي دا هذا السيد عرف عليه وبنى فيها رئيس الجماعه السبيطار، وهاد السبيطار باعو، وهاد الفلوس ديال السبيطار تصرف على رئيس الجماعه. عطيهم النمره ديالك، عطي النمره ديالك للمسؤولين. 06 10 14 11 39. عاودها 06 10 14 11 39. جماعة أنقال سميت هاد البلاصة الحوز، عاودها اليوم دوار أينغد جماعة أنقال. او كما قلت لكم هاد الناس انتم كما كتشوفوا هنا على الجبال والحجار، ما عندهم لا فلاحه مساكن لا والو، عايشين بالقوه الالهيه صراحه. تقال عايشين مساكن بالكسيبه، يقدر يبيع خريف ولي تولد ليه البقره شي عجل ولا شي عجله، المهم عايشين بالفلاحه. وعايشين مساكننا بالخبز واتاي، كاين اللي عايش بالخبز واتاي، كاين اللي عايش باللبن، كاين اللي عايش بالحليب. او كما قلت لك كنشكروا كلهم خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. شي حاجه من عندك لولاد الشعب داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. جزاكم بخير، اس بارك الله فيكم. صافي اخر كلمه عندك؟ اخر كلمه. الله يجزيك بخير. نعم اس، يلا بارطاجيو هذا الفيديو، الله يسهل عليكم في الدنيا وفي الاخره، وشوفوا الحقره على الدراوش، وشوفوا الحقره على ولاد الشعب بالرجوله. قال لك الفار اللي غلب على خوه يقطع لي شواطه.